السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض دورة اسكو يا جماعة. النهاردة ان شاء الله هناخد ازاي نحط الافكت على الكرتون، زي مثلا اليوفي والفويل والحاجات ديت. انا هوريكم ازاي بتبدأوا وتحطوا الحاجات دي، وطبعا انتوا بقى ايه جربوا بقى وشوفوا ايه اللي بيظهر والحاجات دي. قبل ما ابدأ عاوز ابين حاجتين. اول حاجة، اي تصميم بيكون قدامك بتعمله طبعا بيكون له اوجه، واحيانا الكلام بيكون مقلوب، الكلام بيكون معدول، فانت عاوز تعرف انت شغال ازاي. اول حاجة عشان تعرف انت شغال ازاي، لان عندي مثلا تصميم زي ده، تصميم زي ده فيه كلام مقلوب زي الوجه ده مقلوب، فانت عشان تقلبه مش هتقلب التصميم تاني. كل اللي بتعمله بتعمل ادي البوكس قدامك اهو، بتيجي على الوجه اللي انت عاوزه زي ده مثلا، هو ده. لما بتعمل عليه سيلكت بيعلي مع الجزء اللي موجود عندك في التصميم ازرق، فبتضغط عليه ضغطتين فبيقلبه هو قدامك ويعدله. تبدأ انت تشتغل عليه زي ما انت عاوز، اي جزء حتى الجزء ده كده طبعا هو جاي مايل لانك انت مميل الصندوق، لو انت عدلته كده ضغطت ضغطتين هيعدله. دي حاجه بسيطه عشان تقدر تستخدم البرنامج او الفلتر وتشعل كويس، او بتيجي من هنا من الاوبشن اللي هنا بتعدل يمين شمال زي ما انت محتاج، مفيش مشكله. دي حاجه. الحاجه الثانيه عندك موجود هنا مثلا بيكون في لسان موجود هنا مثلا او اي حاجه. اللسان ده في حاله ان انت لقيته طالع فوق الكلام ومغطيه، فانت بتعلم على اللسان او الجزء اللي انت حس ان هو موجود تحت الكلام، وبتعمل عليه من القائمة هنا تقول له انا عاوز اعمل البانل ده سنت بانل، يا اما باك يا اما فرود، يعني يا قدام يا ورا. ده حاجة بس ملحوظة برضك عشان لو قابلتك وانت شغال. دي حاجة. الحاجة التانية اللي عايزين نتكلم فيها الباركود. الباركود يا جماعة ده الباركود موجود جوه البرنامج، مش مضطر انت تطلع تعمله بره عشان تدخله جوه البرنامج. فانت بتعمل ايه؟ بتجي من قائمة فايل ويندوز الاسكو وبتختار الديناميك باركود. لما تضغط عليه بيطلع لك الشكل اللي قدامك ده. الشكل اللي قدامك ده بتختار انت نوع الباركود، بعد كده بتكتب انت الكود بتاعك، لو مش صحيح الباركود مش هيقبله. بعد ما تختاره بتبدا انك تظبط بقى، بتعمل اول حاجه كرييت. لما تيجي تعمل كرييت لازم تتاكد من حاجه. اول حاجه تتاكد ان اللون اللي موجود هنا لون مش ابيض، لون اسود، لان ممكن الابيض يظهر على ابيض فانت ما يعني ما تشتغلش عليه، المهم خليه اسود او اي لون تاني مش شرط يعني، بس هو في المعتاد بيكون اسود. فبتعمل كرييت. لما بتعمل كرييت بيجيب لك الباركود زي ما انت شايفه. طيب الباركود البوكس الابيض اللي ظهر تحت ده ظهر عشان انا عامل هنا صح على كلمه بوكس. لو انا شلت الصح وعملت ابلاي لازم اعمل ابلاي، بيختفي بعد كده ابلاي. بعد كده عندي هنا بيقول لي ممكن تظهر علامتين اللي هي اكبر من واصغر من، فبتضغط على الاكبر من واصغر من وتعمل ابلاي، بتظهر بتختفي. بعد كده تقدر تخلي الباركود يا اما راسي يا اما افقي، بتختار الشكل اللي انت محتاجه من هنا من حرف الاي ده، وبعد تعمل ابلاي بيديله لك زي ما انت محتاج حسب ما انت شايف او العكس. تمام لحد كده مفيش مشكله. بتبدا الاوبشن اللي هنا الهايت والحاجات دي، تقدر انت انك ترفع التشفير ده فوق، يعني مثلا انت ممكن تخلي ده مثلا 0.12 0.12، تمام ابلاي، يا اما تصغره يا اما بتكبره. تمام انت براحتك بقى، او سنتي مثلا اهو براحتك. تمام بعد كده بتيجي هنا على الفونت فاميلي، بتقدر تختار انك الشكل اللي انت محتاجه، اي شكل بقى من الارقام، بس الارقام الموجوده ديت كويسه. طيب هتلاحظ حاجه انك مش بتقدر تكبر ولا تصغر الباركود. ليه؟ اصلا عامل له حمايه. الحمايه ليه؟ عشان تقدر بعد كده انك تغير لما تيجي مثلا عاوز تحط باركود تاني، او الباركود مش مظبوط وعايز تغيره. الاربعه دي ممكن عايز تخليها 9، بتعمل ابلاي خلاص بيغير لك هنا 9. معلش انا بتكلم بسرعه عشان بس الوقت الفيديو، لانه الفيديو مش محتاج ان هو يكون كبير يعني. خلاص كده بتبدا تغير هنا في الباركود وتظبط الاعداد بتاعتك. مثلا الكوبري الباركود كبير صغير زي هنا مثلا كده، بتبدا تظبط، او بانك عشان تتحكم في الباركود تقول انا مش هعدل، انا خلاص انا متاكد او مش محتاج ان انا اعمل حاجه. خلاص ساعتها بقى اعمل ايه؟ خش على اوبجكت واعمل له اكسباند اوكي، وبعد كده صغر وكبر الباركود براحتك. خلاص. بالنسبه للخط الازرق اللي موجود ده، الخط الازرق اللي موجود ده هيقابلك في حاجه واحده بس وممكن يضايقك، في حاله ان انت جيت هنا الارت بورت دي مثلا كبيره او صغيره وحبيت توسع او تضيق. لو انت وسعت هتلاقي الخط لسه ثابت، لو حبيت تضيق هتلاقي الخط موجود. طب احذفه ازاي؟ بتحذفه من هنا، بتيجي من قائمه ويندوز من الفلتر نفسه، وبتيجي على هنا ترينت بوكس، وبعد كده تقول له انا مش عاوز اظهر البوكس ده مش موجود.
طب ده معناه ايه اصلا؟ معناه ان هو بيحدد لك المساحة بتاعت العمل، وممكن تحدد المساحة بتاعت التكسير نفسها انك تعلم من هنا. يعني ما اعتقدش انها تحتاجه يعني في كشغل يعني. خلاص كده تمام. طيب الحاجة التانية خلاص كده، يعني لو في حاجة تانية ظهرت طب بقولها في الفيديوهات اللي جاية، بس دلوقتي انا عندي الشغل بتاعي بعلم، بقول لي ان هو ده الوجه ده، لا انا بقول له انا عاوز الوجه ده. خلاص تمام، انا هشتغل عليه. انا دلوقتي هشرح لك ازاي بتجيب انت اليو في والحاجات دي. انا دلوقتي عندي البوكس اللي قدامي ده في شغل. النصيحة الاولى انك لازم تاخد نسخة من الشغل بتاعك، لان الشغل اللي انت هتوريه للعميل بالشكل اللي هيطلع ساعة الطباعة مش هو طبعا اللي هتوديه للمطبعة، فبالتالي احنا مش عاوزين التصميم الاساسي، احنا ناخد منه كوبي ونبدأ نشتغل ونظبط الشكل اللي العميل هيشوفه. فدلوقتي اعتبر احنا هناخد كوبي من الشغل ده يعني، وهنبدأ نشتغل. اول حاجة بنجيب هنا من قائمة ويندوز، وبنيجي على الفلتر بتاعنا، وبنيجي على كلمة استوديو دي، وبنختار حاجة اسمها شو فينيشينج. وبعد كده بيظهر لنا القائمة اللي قدامنا دي. القائمة اللي قدامنا دي زي ما انت شايف، اول حاجة لازم نعلم على الحاجة اللي احنا عايزين نعملها اللي هو اللون الاصفر ده. انا عاوز اللون الاصفر ده يعني، او عاوز كلمة شاحن متنقل دي مثلا تكون ايه رأيكم نخليها مثلا فويل بس يكون سيلفر. بنختار من قائمة هنا من البيبر اللي موجودة دي، بنضغط بس واحنا عاملين سيلكت على الشغل اللي احنا عاوزينه. بعد كده نخش على فويل وبنختار، مثلا انا عاوز اقول له هنا مثلا عاوز سيلفر، اوكي. وبعد كده اقول له اوكي، خلاص هو غير اللون باللون اللي البرنامج متظبط عليه انه يكون سيلفر. وبعد كده بعمل تحديث. ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه. ليه؟ لان انا لازم اختار هنا في حاجة غلط. وطبعا هو كان هنا في ان انت تشوف اوبشن، بس انا ما اعرفش انا خفيته ولا عملت فيه ايه صراحة. يعني خلاص انت خلينا في الوضع الطبيعي لحد ما نشوف هو اصلا اختفى ولا ايه المشكلة. طيب دلوقتي هلاحظ اعتبره مش موجود، انا هشتغل من هنا من القائمه اللي موجوده هنا بعد كده. طب انت دلوقتي خلاص انت شوف، لو لاحظ معايا هتلاحظ معايا لما بدا اغير الاضاءه. طب احنا عايزين نغير بس الاضاءه بتاعه المشهد عشان نبدا نشوفه، ونختار اي اضاءه من هنا مثلا تانية مختلفه. نبدا لاحظ معايا ادي اللون السيلفر اهو اهو تمام. طيب لا احنا عايزين الاصفر يكون جولد اخر بنفس النظام، نعمل سيلكت عليه وبعد كده نختار ونقول له احنا عاوزينه جولد. اوكي بعد كده بنلاحظ ان هو بقى جولد، وده بقى سيلفر، الاتنين موجودين. بيتحرك انت بقى ايه الشغل بتاعك على ما انت محتاج. تمام. طيب في يعني لاحظ اهو. طيب في حاجة تانية احنا مثلا ممكن نعملها، يعني مثلا يعني بس عشان اوريك بس ان انت ممكن تعمل حاجات كتير يعني، انت مش هي دي المشكله. طيب الحاجه التانيه ان انا ممكن اعمل حاجه اسمها زي نظام شفت انت اللي هو الكريز، لكنك بتعمل نقط نقط كده مقطوعه، لما تضغط عليها بتروح مفصوله من العلبه او زي الحاجه دي كده. يعني هديك مثال، لو انا جيت مثلا هنا عملت دايره هنا، انا حاول الجزء ده نص دايره هيتقطع، بقول له انا عاوز اعمل له ستروك لونه اسود مثلا، اي لون اي اسود مثلا. وبعد كده بعمل له هنا في الستروك واقول له ان انا عاوز اعمل له ايوه مثلا خطوط زي كده، على اعتبار ان دي جزء هيتقطع وجزء لا يعني. تمام. وبعد كده بعمل له سيلكت وبخش هنا اقول له انا عاوز اعمل له هنا في قائمه الكات، واقول له انا عاوز اعمل له داي كات. اوكي اوكي بعد كده اعمل له ابلاي. تمام. طيب دي بص لا مش خد، معلش نعمل له سيلكت تاني ونعمل له نيو ونعمل له داي كات. اوكي الله دايما اتاكد بس ان المربع ده ظاهر كده، المربع ده يكون ظاهر. بعد كده نعمل ابلاي.
لازم يعني اللي هي السلكت اللي هو المربع ده يكون ظاهر قدام الحاجة. ده هو كده عمل له قط خالص يعني، خدت بالك؟ بس انا عاوز اقول له ان انا لا انا عاوز ده مش موجود، او ممكن لا انا عاوز اقول له ان خلي الاحمر ده هو اللي موجود. يعني انا عكست جماع اللون، انا شفت انا عكست اللون، يعني هو خد اللون الاحمر هنا انا خليته له في الستروك، لو انا خليته له هنا هيقصه يعني، بس عشان بس يكون الموضوع واضح قدامك. خدت بالك شفت اللي حصل لما خشيت جوه العبوه؟ لقيت فيه قط، اكن الموضوع الحاجه مقصوصه، نقط نقط تقدر ان انت تعملها. طيب لو انا عايز اعمل افرغ الشعار ده نفس النظام، لازم اعمل عليه سيلكت وبعد كده اعمل له نيو واخش جوه واقول له انا عايز اعمل داي كات للشعار ده، واقول له اوكي. اوكي بيبدا الشعار ده يتعمل له داي كات. لو انت لاحظت خلاص انا لو خشيت جوه لقيته مقصوصه، واخد بالك؟ معمول له داي كات متفرغ اهو قدامي، وابدا ان انا اشتغل عادي. طيب في حاجه تانية، انا لو عاوز احذف الحاجات دي، لو عاوز احذف الحاجات دي عشان ارجع مثلا اعمل حاجه تانية، لازم اعمل حاجه واحده. ده مثلا اللي هو الفويل ده متاخد هنا، فاعمل ايه؟ اجي هنا واغيره لاي لون طبيعي مش يكون فيه الحاجات اللي هي السبوت اللي هي المستطيل الجانبي ده، اي لون تاني مثلا ابيض اي حاجه، وبعد كده اعمل له ديليت من هنا، بيتعمل ديليت عادي. لو جيت تعمل ديليت له من غير ما تغير لونه مش هيتحذف. طيب في حاجه تانية، انا عاوز اغير اعمل ده نظام الكرتون، يعني الكرتون اللي هو شفت انتوا الكرتون اللي بتعبي فيه الحاجات اللي هو اللون البني ده اللي هو يعتبر اللي هو الرخيص العادي ده. طيب اعمله زي، اعمل سيلكت نفس النظام واعمل له نيو، واجي هنا على اول حاجه عندي انواع الورق اللي هو المطفي، ورق الكرتون، الورق اللي هو بتاع الاكياس، اللامع، البلاستيك، الحاجات دي كلها. بقول له انا عاوز الورق اللي هو الخطوط فيه بالطول مش بالعرض، اللي هو ورق الكرتون ده، واقول له اوكي. واقول له اوكي بعد كده اعمل الله، بيديني الورق بتاع الكرتون. شفت ورق الكرتون؟ ورق الكرتون ده عشان المنتجات اللي بتبقى موجوده عليه احيانا بتعمله وبتعمل عليه تصميم، فبيظهر لك المنتجات اللي بتكون عليه. ده بتستخدمه مثلا لو انت بتعمل كرتون بتحط مثلا في تلاجة، كرتون بتحط في تكييف، احيانا مش بيكون الوان يعني. طب لو انت عاوز يكون ابيض، بيكون ابيض نفس النظام، بتيجي هنا وتضغط على الشغل ده ضغطتين، وتبدأ ترجع لنفس القائمة تاني وتختار بقى. مثلا عايز الورق ده يكون ورق مطفي، ورق مثلا مش لامع، الحاجات دي ورق لامع، ممكن تختار ورق لامع. اوكي ايه، وبعد كده تعمل ابلاي. خدت بالك كده؟ طيب انا تلاحظ معايا حاجه، لازم نفس اللون ده موجود مش ابيض، انا عاوزه ابيض. فانت بتعمل ايه؟ بترجع تاني وبتختار النسخه اللي تحت دي كده، تضغط على ضغطتين وتشيل الصح هنا وتختار كده. احنا محددين ايه يا جماعه؟ احنا محددين الشكل، مثلا ديليت، معلش ديليت، خلي اي لون، بعد كده اقول له ديليت ديليت، وده اقول له احنا عاوزين ده يكون هنا مثلا جلوسي، بس يكون اللون ابيض. في شفت اللمعه اللي موجوده فيه؟ بص انت طبعا مش هتقدر تشوف الداي كات اللي موجود، يعني هو اللي هو موجودين لما تتحرك بقى الايه، لاحظ لاحظ، حرك بقى الاضاءه اهو، حرك الاضاءه عشان تقدر تشوف الداي كات اللي موجود. وتقدر بعد كده بقى انك تظبط، تخش على القائمة كل حاجة تختارها، كل عنصر تختاره، وتبدأ انك تحدد الحاجة اللي انت محتاج تعملها. جرب يعني ان شاء الله، عشان بس يبقى في يعني مكان انك تكتشف حاجات يعني، لان هو طبعا في خامات كتير، وطبعا الناس المتخصصة في الطباعة والحاجات دي بتقدر ان هي تعرف اكتر مني في الحاجات ديت يعني. احنا الحاجات مثلا بنعمل الحاجات البسيطة اللي زي دي، وبتدي لمعة زي ما انت شايف للحاجة دي. خلاص كده يبقى بالنسبة لانك تقدر تحط، عملت المنتج وتقدر تشوف وتقدر تعمل الباركود وتقدر تشوف الوجه اللي انت عاوزه والحاجات دي كلها، تمام ما فيهاش اي مشكلة. بس دلوقتي الحلقة اللي جاية ان شاء الله او الدرس اللي جاي هنبدأ ناخد حاجة مهمة جدا، انك تقدر تعمل الشكل ده. انا لو جيت هنا اوريكم حاجة، بس
لو جيت هنا يا جماعة وجبت حاجة اسمها شامبو، دي بس دي واحدة، يعني ده طبعا الخام، انا عايز اجيب التصميم نفسه اهو. نقفل ده، مش محتاجينه. تمام. عاوز اوضح حاجة. اول حاجة انا عملت شرينك للشامبو، بمعنى صح شفت انت بعض اللي هي زي مثلا الحاجات اللي هي اللبن الحليب والحاجات ديت، احيانا تلاقي الازازه بتاعته مثلا بلاستيك، فتلاقي عليها ان الليبل بتاع تحس ان هو زي ما يكون بلاستيك ماسك الجسم كله، يعني انت فاهمني، اكيد التصميم يعني مشفوط منه الهواء وماسك الجسم كله، ده اسمه شرينك. انا عملته كده موجود هنا. طبعا ممكن اغير لون اللي جوه اللي موجود ده، طبعا زي احنا خدنا قبل كده، لأي حاجة مثلا شبيهة للتصميم نفسه تبقى بالشكل ده كده. طيب انا عملت الشكل وعملت له ان اي منتج من المنتجات اللي هي زي منتجات صابون، منتجات حاجة اللي هي بتحتاج انك بتلبسها مثلا الليبل، بعد كده تسحب منها الهواء بهواء سخن، فايه فيطبع الليبل عليها، دي مفيش اي مشكلة، دي ان شاء الله هناخدها في البرنامج ازاي نعمل حاجة زي كده. ونقدر نعمل بعد كده حاجة تانية، ان احنا نعمل اوبن ونجيب الشغل التاني اللي هو ازاي ان احنا نعمل بقى نجمع المنتج ده مع بعض زي ازايز المية مثلا، ونحطهم جنب بعض، وبعد كده نعمل عليهم هما الكل شرينك تاني بالتصميم زي او الالبان او الحاجات دي. فاحنا هنشوفها مع بعض الشكل اللي ما يظهر قدامنا، لانه طبعا بيكون تقيل شوية على حسب الجهاز اللي عندك. ادي ما يحمل. لاحظ بقى، شفت اللي حصل؟ انا جمعت، شوف هو اصلا المنتج جوه، انا جمعت المنتج. ظبط انت بقى الاضاءة ونفس النظام كلهم، وعملت لهم نظام باكج مع بعض. طيب هتقول لي هل في التصميم ده انا اقدر اعمل برضو نفس الاعدادات اللي انا عملتها، الفوير والحاجات اللي موجودة دي؟ تقدر تعمل لها وتعمل لها مثلا دايكات وتظبطها بقى انت وخيالك، البرنامج معاك عادي مفيش اي مشكله. لاحظ شفت انا عامل لكل واحد جوه وعامل مفيش اي مشكله. ان شاء الله في الدرس اللي جاي هنبدا ناخد حاجه زي كده ونشوف اتعملت ازاي ونشتغل عليها ازاي. اتمنى يكون الدرس استفدتوا منه، وان شاء الله ان اشوفكم في الدرس اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.